السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده خطير جدا، جربته أكتر من مرة. تقدر تترجم أي ملف PDF أو وورد أو اكسل أو أي حاجة، هو بيتعامل مع 80 فايل فورمات. تمام، ممكن تعمل دراج أند دروب للملف اللي أنت عايزه، أو كليك هير تو براوز، دور على الملف اللي أنت عايزه. خليني مثلا أختار ملف من هنا أهو، هيبدأ يعمل له أبلود، وبعد كده يبدأ يعمل له أناليسيس، وبعد كده يبدأ إن هو يترجمه. الكلام ده مبياخدش ثواني. طيب هنا لو عندك تيم تقدر تعمل تيم، يعني تقدر تضيف اكتر من شخص، وممكن تأجر ناس تدي ناس فلوس في مقابل ان هم يترجموا لك اللغة بتاعت الملف، اللغة الأصلية، وهنا هيترجم لأني لغة، وهنا السيلكت ده بيساعد السبجكت، يعني هل ده مجال معماري ولا ارت ولا، فده بيخليه يختار الكلمات اكتر. تمام، وممكن تقول له هنا مور سيتنج، تدخل في اعدادات اكتر لو انت حابب. طيب خلينا نقول له، ممكن تدي له قاموس مثلا او بعض الكلمات تستعين بيها. انا هقول له اناليسيس، هو اوتوماتيك بيفتح بقى الملف حتى لو الملف مساحته كبيره، اديته ملفات كبيره وتعامل معاها عادي وما طلبش اي فلوس لغايه دلوقتي. ممكن تدفع فلوس بان انت شخص حقيقي يساعد في الترجمه. تمام، قال لك بقى هو المفروض ان هو كام كلمه. طيب ممكن تقسمه على اكتر ملف، ممكن تيجي هنا تشوف الديتيل، تفاصيل الملف، تقدر تقول له ترجم لي، فهو بيبدأ يجيب لك كل فقرة والترجمة بتاعتها واقتراحات تانية، فانت ممكن تختار اقتراح اخر. تمام، يعني ممكن تمشي كده فقرة فقرة لو انت حابب، وتقول له لا دي اللي انا عايزها، تختار اللي انت عايزها. تمام، عايز مش عايز الكلمة دي، عايزها تبقى بشكل اخر. تمام، هنا مثلا اهو يجيب لك كلمة الانجليزي ويبدأ يجيب لك الترجمة. تمام، دي صيغة أخرى أو ترجمة أخرى. مثلا هنا أنا عايز إيه الملخص، هي اللي تبقى موجودة. لو عجبتك هتقول له إيه ترانسليت. طيب بعد ما خلصت الترجمة تقدر تيجي هنا تقول له أنا عايز أعمل داونلود أو تحملها كملف، هيحمله بقى كملف PDF مترجم كاملا، تقدر إن أنت تقرأه زي ما أنت عايز. أقول له سيف، وخلينا نفتح الملف. الجميل ان هو ترجمة كويسة جدا، احسن بكتير من الترجمة التقليدية اللي متعودين عليها في جوجل. فاهم السياق بتاع النص كامل، مش جملة جملة او فقرة فقرة، ومحتفظ باماكن الصور، وده الملف وورد اقدر ان انا اتعامل معاه عادي. ففعلا ده اكتر حاجة حسيت انها مفيدة بالنسبة لي. فكده موضوع اللغة ما بقاش عائق، ممكن كتب كتيرة تكون مثلا بلغات أخرى وتستعين بالموقع ده في إن هو يترجمها لك. ممكن بالفرنساوي بالألماني بالصيني يبدأ إن هو يترجم لك كتب زي ما أنت عايز.